وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم معنا من لندن الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة. مرحبا بك معنا دكتور. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق قال بأنه يجب احترام حق التظاهر للعراقيين، هذا من جهة، وفي البيان يدعو كذلك إلى انتظار العدوى الفرز وتشكيل حكومة قال بأنها وطنية في العراق. كيف تقرأ دكتور تناقضات الأمم المتحدة من التعاطي مع الشأن العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف ما زالت تمارس بعثة يوناني في العراق، بعثة الأمم المتحدة، دور محامي الشيطان الذي يحاولون من خلال تصريحاته التغطية على الفساد التشري لما يسمى بالعملية السياسية. والبيان الذي صدر عن السيد يان كوبيت بالأمس لهو الدليل القاطع على أن هذه البعثة للأسف تمارس تدليس المجتمع الدولي للتغطية على الانتهاكات الفظيعة التي تمارسها السلطات العراقية بعقلية ميليشياوية وعقلية انتقامية بحق أبناء الشعب العراقي. وتناسى السيد يان كوبيت أن ما يجري في العراق هو نتيجة طبيعية للأسباب المتراكمة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا في الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحتى القضاء. وللأسف نجد بأن السيد يان كوبيت وبعثة الأمم المتحدة تحاول التغطية على كل هذه المسببات الحقيقية لانتفاضة الشعب العراقي وحصرها بالحلم الوردي لانتهاء ما يسمى بالعدل والفرد، وكأن مشكلة العراق انحصرت في انتظار نتائج العدل والفرد للانتخابات التي ساهمت الأمم المتحدة بتزوير هذه الانتخابات على طوال عدة سنوات. هذه ليست المرة الأولى التي تساهم بعثة الأمم المتحدة في التغطية على انتهاكات الحكومة العراقية وعلى التزوير الذي يتم في الانتخابات العراقية، بل أنها أصبحت مشارك فعال في عمليات التزوير التي تجري في العراق. نعم، يعني كما أشرت دكتور بأن هذه الإشادة وهذا الوقوف من جانب الأمم المتحدة ليس بالأول، يعني هذه الإشادة الأممية إلى أي مدى برأيك تساهم في زيادة إحباط ومعاناة المواطن العراقي الذي ينتفض اليوم في الجنوب؟ أنا أعتقد أنه لا مراهنة على الأمم المتحدة ولا على البعثات الأممية داخل العراق في أغلب المنظمات. المراهنة الحقيقية هي على انتفاضة الشعب العراقي الذي يريد أن ينتزع حقوقه من هذه الطغمة الفاسدة التي تسلطت على صدور ورقاب شعب العراق. الأمم المتحدة أصبحت شريك كما ذكرت فعال في عملية هدم المنظومة الحياتية في العراق والمنظومة السياسية. يعني تعلم الأمم المتحدة أنه لا مستقبل ولا نهاية لهذه العملية السياسية إلا بانتهاء هذه العملية السياسية التي جاءت مع دبابات الاحتلال الأمريكي في العراق. يجب أن يعاد النظر في الوضع العراقي، يجب أن تأخذ الأمم المتحدة مجلس الأمن. ينظر الآن الشباب العراقي يسقط جراء استخدام القوة العسكرية المفرطة وهو يقوم بالتعبير السلمي في المحافظة على حقوقه التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في الدستور العراقي، في القوانين العراقية التي كفلت حق التظاهر، كفلت حق التعبير، كفلت حق الحياة. نجد أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن رغم مرور أكثر من 10 أيام على هذه التظاهرات يلتزم الصمت غير المبرر وغير المقبول اتجاه ما يجري داخل العراق، بل كما ذكرنا أن الأمم المتحدة تحاول أن تمارس دور محامي الشيطان للتغطية على انتهاكات الحكومة العراقية ضد أبناء الشعب العراقي. نعم دكتور، كحقوقي ومدير المركز العربي للعدالة، كيف تقيم أداء حكومة حيدر العبادي في التعامل مع مطالب المتظاهرين؟ طبعا في وقت تظهر المقاطع المصورة استخدام الرصاص الحي وعمليات دهس مقصودة للمتظاهرين، في وقت تقول الحكومة بأنها وجهت القوات الحكومية باستخدام العصي والهروات.
أنا لا أعتقد أن هنالك اختلاف جذري في عقلية السلطة السياسية العراقية فيما جرى من استخدام مفرط للقوة من قبل القوات المالكي في ساحة الحويدة وفي الفلوجة وفي الرمادي وفي صلاح الدين وفي الموصل. الآن ذات هذه السلطة الفاسدة، ذات هذه السلطة الحاكمة تستخدم ذات السلاح، تستخدم ذات الأدوات الإرهابية والميليشياوية بحق أبناء الجنوب. المشكلة هي ليس في تصرفات فردية من هذا الطرف أو ذاك، نحن أمام خطة منهجية باستخدام القوة المفرطة لإسكات أي صوت معارض لهذه العملية السياسية. ولا فرق لدى هذه السلطة بين محافظة الأنبار أو محافظة البصرة في التصدي المفرط في القوة العسكرية للتظاهرات السلمية. نحن أمام عقلية انتقامية، عقلية ميليشياوية، عقلية إرهابية تطبق نظام الحرس الثوري الإرهابي الإيراني الذي تعامل مع الشعوب الإيرانية أثناء انتفاضتها قبل شهر أو شهرين بذات العقلية التي تتعامل فيها الآن الحكومة العراقية اتجاه أبناء البصرة والسماوة والناصرية والنجف وكربلاء. نعم دكتور، كيف تقيم دور المنظمات الدولية الأخرى وكذلك وسائل الإعلام تجاه التظاهرات في المحافظات الجنوبية؟ للأسف أن أغلب القنوات العراقية ما زالت تتبع أجندة الحكومة العراقية، وهذا يكشف أوراق هذه وسائل الإعلام الفضائية بأنها تابع ذليل لأجندة الحكومة العراقية. أيضا هنالك يعني خجل غير مبرر من قبل الإعلام العربي وبعض القنوات التي تهلل وفي أي واقعة تجري في أي دولة من العالم، بينما نجد أنها الآن تلتزم الصمت للأسف اتجاه ما يجري داخل العراق من انتفاضة حقيقية، بل هي ثورة كرامة حقيقية يقوم بها أبناء الشعب العراقي. أما الإعلام الغربي فما زال ملتزما للصمت للأسف لما يجري داخل العراق، وهو يتبع بالتأكيد الأجندة الأمريكية في التغطية على انتهاكات العملية السياسية اللقيطة التي أوجدها الاحتلال الأمريكي في العراق، ويحاولون حقيقة أن يمحو ما يجري داخل العراق بحيث ليس هنالك ذكر لهذه الانتفاضة في أغلب وسائل الإعلام الغرب. أنا على وسائل الإعلام العراقية التي لحد هذه اللحظة لم تستطع أن تنقل الوضع الحقيقي لما يعانيه أبناء الشعب العراقي، لم تنقل ما يجري من انتهاكات بحق هؤلاء المتظاهرين السلميين. أيضا الإعلام العربي يتحمل مسؤولية كبيرة، نحن نحمل الجامعة العربية ومجلس الأمن يجب أن يتدخل بأسرع وقت ممكن لحماية المتظاهرين السلميين العراقيين، لأن ما يجري في العراق يعتبر تهديدا للأمن والسلم الدولي. نعم. الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة كان معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.